لسه حي مع احد الصور. احكي لي على اللي صار في المسيره المليونيه بصوره علنيه، طالبنا بالحريه. في منهم اللي قلبه فاضي لقلبه برتقاليه، رفعوا السلاح وبداوا بالوحشيه، عملتوها سلميه بالنسبه للاجانب والجامعات الاسلاميه. اعتبروني مندس باكل كنتاكي وبس، مسؤول قاعد في بيته ولا عمره بينحس. والتلفزيون المصري بين لنا جو تاني، فيهم بيعرض الافلام وبيعرض الاغاني. افهمك يا استاذي، التلفزيون المصري الحقيقه عنده بمبي، ودي كانت صوره واضحه جدا للاعلام السلبي. فبنشكر الثوري والتابع اللي حاصل، حوار ساخن جدا ونواصل بعد الفاصل. اتفرج على برنامج بيجسد الاحداث، تحرير شو بيسمع كل الناس، تحرير شو وتعرف الحقيقه، تحرير شو بكافيه وطريقه، تحرير شو واستضاف مسؤولين، تحرير شو وفرجوا مسؤولين، تحرير شو تحرير شو. ومعنا لقاء مع احد المسؤولين، ورجعنا لكم التاني بعد الفاصل الاعلاني. ومعانا المسؤول السيد فلان الفلاني، واول سؤال لسيادتك عشان نواكب الاحداث، ايه رايك في اللي حاصل وتقول ايه لكل الناس؟ كل المندسه بتحرك الدموع، وبياكلوا كنتاكي وبيشتكوا من الجوع، ويقول لك القنابل مثيله للدموع، دي دموع التماثيل. طب من غير سب وتجريح، حضرتك قلت عيال قلبوها مولد مراجيح. ايوه انا قلت التصريح ليا في سابق حوار، انا راضي ذمه اهلك بقى دي منظر صوار، اللي رابط لي شعره بتوجه واللي نازل لي بالجيتار. طب من غير قطع الكلام، معانا خبر هام، الرئيس خلاص النحى لسه العيال دي مش تمام. لا يا عم دول ولادنا من الاول واحنا عارفين، مبروك ليوم الثوره واحنا اليوم جيرانز فاميلي. افرحوا وامرحوا وارقصوا، اضحكوا قهقهوا وافتحوا الوداع. نزلت التحرير، طلبت بالتغيير، اكلت من كنتاكي، اكيد في فرق كبير. اخدت فلوس من الاخوان وانا من امريكا 200 ولا 50، دي ارقام مزيكا. بالنسبه للاجنده بتاعتك كان لونها ايه؟ احمر. انت مسوي اخضر يا ابني ليه؟ شاركت في ليالي التلفزيون بس مباشر، كانوا جايبين جمل وخول مش بلطجيه فاشل. بس انا بعتب عليكوا، اخوكوا تاني رقال، ده كله كان لينك ومش كده عودتوا الحال. تدريب من المثال، فكرت في خطر القعده والحرفيه والمبدا اللي اتكسر، 30 سنه من الحكم والراجل بيسد الثغره، مفيش الرد الواحد